السلام عليكم الزول في اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما في قناتكم الرياضيه والاخباريه جي اس كا اخبار تي في، وكذلك جي اس كا اخبار التي دائما ما توافيكم بالجديد وكل ما هو جديد على اخبار الشبيبه. يعني حصريا مدا يتكلم، قال لك كل من يريد لاعبنا ادم رجم عليه ان يدفع اكثر من 10 ملايير سنتيم، ومولوديه الجزائر تريد تعويض بلايلي بادم رجم وشراء عقد ادم رجم، ولكن شبيبة القبائل تطلب 10 ملايير سنتيم. مدان قال لك بو عالية بركان أخريب ليسوا للبيع، يعني مدان قال لك الركائز ليست للبيع إن لم يحترفوا في أوروبا، يعني كل ما يروحوش لأوروبا يحترفوا ما نشرحين نبيعهم. قال لك هناك 4 لاعبين آخرين خارج أسوار الكناري، منهم مهاجمين وكذلك حارس مرمى ووسط ميدان. يعني صراحة تكلم كلام مليح مدان، يعني وقال لك باللي الركائز ماهيش للبيع، يعني كون ما تروحش لأوروبا تحترف مانيش راح نبيع الركائز شبيبة القبائل. وهذه حاجة مليحة وهذه خطوة مليحة لشبيبة القبائل، ونتمنى إن شاء الله يا ربي الموسم القادم ستكون شبيبة القبائل بقوة، يعني ترجع بقوة بإذن الله. هو عندي إحساس كبير لأنه إدارة صراحة تعرف الكرة القدم والاستقدامات اللي قاعدين يديروا فيهم، استقدامات رام في المستوى إن شاء الله، وفي نهاية الموسم عندنا الحق باش نحاسبهم، ونتمنى لهم إن شاء الله يا ربي كل التوفيق. وأنتم كذلك محبين وأنصار شبيبة القبائل ما تنساش دير أبوني على القناة، لايك الفيديو، ودائما لكم الحكم في التعليقات، خليوا ونال آراءكم.